طيب هلا درسنا اليوم شباب احنا عن سيتيوري نظرية المجموعات. في هذه المحاضرة حنوقف البيسك ديفينيشن، معظمها بيعرفوها من المدرسة، بس احنا بنركز بعض المفاهيم ونشدد عليها ونناقش شوية فلسفة بعض المفاهيم. أول شيء شيء هي السيت، شيء هي السيت مجموعة، شو يعني؟ مجموعة من الناس. شو علاقة السيت بالإليمنت؟ ست بتوع الإليمنت. مصطفى هو ست ولا إليمنت؟ بيرسون إليمنت. حياته وشو؟ بيرسون شخص واحد. بيرسون شخص واحد؟ شو اسمه؟ بيرسون؟ طيب أخذتوا إجابة؟ مش كلكم. لما تأخذوا إجابة في شيء اسمه كلاس، أنو قبل كنت شو الكلاس؟ طب شو؟ والكلاس إلو أوبجيكتس. الأوبجيكتس هي وكأنه الكلاس عبارة عن ست وست أوف أوبجيكتس، يعني والست هي هي ست أوف إلمنت، فوكأنه الكلاس عبارة عن ست والأو والإلمنت هي زي الأوبجيكت بالنسبة للكلاس. هلا باختصار شديد جدا بدنا نشرح فلسفي هون، مع انه الموضوع كثير فلسفي كثير فلسفي، بس عشان انتم تبسط لكم الامور، الست عباره عن سله باك نحط فيه بكلمها إلمنت. ليه؟ يعني هاي باختصار، بس في شيء اسمه نسميه الكونسبت والانستنس. الكونسبت المفهوم، كل ست هي عباره عن مفهوم. مفهوم لما اقول شجره هي مفهوم مش انستنس، شخص هي مفهوم، او ست الو اعضاء الو نسميهم مرات إليمنتس. إذا بنحكي ماثماتيكس بنحكي ست وإليمنتس، إذا بنحكي برمجة بنحكي كلاس وأوبجيكت، إذا بنحكي فلسفة كونسبت وإنستنس، بس هو نفس الشيء تقريبا. يعني فعشان تعرف فلسفيا مش رياضيا إنه الإشي هو إنستنس ولا مش إنستنس فلسفيا، بنقول الانستنس ملوش انستنس. الانستنس هاي السر. هاي السر، خذ هاي وركز معي. سر الموضوع كله فلسفيا انك تقول الانستنس ما له انستنس. على فكره السيت من اعضائها ست ستاند. ممكن. سر شو ست؟ ممكن. بس الانستنس له انستنس ملوش انستنس. يعني لما اقول لك شو الانستنس تبع بيرسون؟ مصطفى. بتقول لي مصطفى محمد. طب شو الانستنس تبع محمد؟ خلص ترك هون، اعرف انه هذا انستنس. انستنس مش مثال، انستنس مش مثال، تعريفها بالعربي غريب كلمتها اذا بتكون معناها بالعربي، لانه هذا ما شيء فلسفي. طب بعطيكم اياها بس تفكروش فيها، بس بنسميها الانستنس ما صدر. كلمة واحدة ما صدر. بقول لك ليش؟ باختصار لأن الكونسيبت، شو الكونسيبت؟ مفهوم. شو يعني مفهوم؟ شو هو المفهوم؟ طيب الشجرة مفهوم؟ شو هو مفهوم الشجرة؟ هو عبارة عن مجموعة من الصفات اللي بتميز الشجرة عن هاي النوع من الأشياء، هاي مجموعة من الأشياء عن غيرها. فهاي الأشياء ما صدق هذه الصفات هو إنسان. ما صدق الأشياء اللي في الواقع التي تصدق
هذه الفكرة يعني الصفات اللي براسنا عن هذا الشيء هو انستنس، يعني ما سبق ما وافق ما طابق هذا الانستنس ما صدق هذا الانستنس ليه؟ هذا الانستنس. فأهم شيء عندي انه السيت هي عبارة عن أفضل شيء لنا احنا كرياضيات رياضيا. السيت عبارة عن أفضل شيء تقول هي سلة، صادف سلة. ف ركزوا لي على هاي الكلمة كثير كثير كثير. شو الإكستنشن تابع مجموعة؟ الإكستنشن لما نقول الإكستنشن تبع بيرسون مصطفى وأحمد ومحمود وفلان وعلا، يعني هم مجموعة كل الإنستنسز بتاعت هالمجموعة، هم الإنستنسز أو الإليمنتس بتاعت هالمجموعة. فالإكستنشن لما أقول بيرسون بقول كورس، هاي مجموعة صح؟ شو الإكستنشن تبع كورس؟ طيب اسكول كل شيء. طب هاي طبعا AI DMAT و Database حطينا هاي كله. هاي شي هي هاي هاي شي هي هاي طب ايش هاي السيت؟ هاي نفس هذا الـ element اللي في السيت، هاي نسميها الاكستنشن تبع السيت، يعني الاكستنشن تبع السيت او هي مجموعة الاليمنت. هذا هو الاكستنشن كلمة بس يعني مصطلح في الشبكة وجديد. طيب الاوردر اني اكيم دي اي اي واحطها وطرح الديمات تفرق؟ تعال من مجموعة المبدأ طبعا ليتر بجوز ناخذ نوع من المجموعات من المبدأ. هاي هي المفهوم الابستراكت لشو هو يعني المجموعة. طيب خلينا ناخذ هاي نتدرب عليها مريح عشان ما تغلبشش فيها. إشارة المجموعة اللي هم الكوسين هذول، فمنقول بوب وآن وكال، هاي عبارة عن مجموعة، هاي مجموعة، هاي مجموعة، صح؟ هل هاي صحيحة؟ لا. شو هاي؟ مجموعة. هاي إلين بصيرش أحاط انتبهوا الكل بخربش وإذا خسرت على ما بصير تقول أي عشان نسجل فيه بصير تقولوا ايش؟ استاذني هاي شغله صغيره، لا هاي شغله كبيره جدا، اللي مش فاهمها معناته باصم ومش ولا لازم يجيب ستر بيحمل المال. انتوا علي؟ ما تخربش في ايش؟ هذا بعرف انها سهله يومكم بس بتوقف بس انتم مش دقيقين ومجديين مرات، بالذات بتخربشوا، طب مش كلكم يعني. بس انتبهوا انه مجموعه غير عن الالم. طيب هاي مجموعه إيه كده إلمنت فيها؟ اثنين. أنو أول إلمنت؟ واحد. واحد. والثاني؟ واحد. المجموعة واحد. فيها. المجموعة واحد ليش دخلي؟ خلص. يعني كلب هاي السلة، طلع كلب هاي السلة في عنا واحد، في عنا شغلتين، في عنا سلة ثانية، في عنا واحد. بس إحنا لما أنا أقول لك شو بالإلمنتس هذول؟ تقولي لي أوه. في عنا إلمنت اسمه واحد وفي مجموعة اسمها مش اسمها لا اسمها شو فيها إلمنت فيها إلمنت المجموعة هاي سلة في كلبها هاي من جوا في كلبها واحد إلمنت واحد إلمنت واحد اللي هو الواحد. طيب هلا هاي مرات بنحط السيت بنعرفها في ايش؟ نعملها تعريف بالشرط بالشرط انه يكون عندنا الاليمنتس نفسه. هلا شي هاي المجموعة بدي ابدا من هون عشان اكون فاميليار بالشابتر اللي قبله استعملت هذا المثل. شي هاي المجموعة انا بقول ايش هي المجموعة؟ يعني شي هاي المجموعة؟ مجموعة الاشخاص المولودين بفلسطين، صح؟ ليش سميتها مجموعة الأشخاص؟ لأنها بين قوسين المجموعة. فهمت علي؟
يعني بين قوسين المجموعة. واضح؟ يعني لو أنا ما فيش عندنا هذول شي هاد تصير؟ هاد تصير لوجيكال ستيتمنت. هيك واحد عنده تعميم بصير رول، يعني رول بصير رول بتبطل مجموعة. بس لما احطها بين قوسين المجموعة بتصير هي الأشياء الإليمنتس اللي بتحقق ايش؟ اللي بتحقق هذا الشرط. فمجموعة الأشياء اللي بتحقق هذا الشرط هي بتصير مجموعة الأشخاص اللي مرضوا فلسطين. فهي المجموعة مجموعة الأرقام الحقيقية اللي بين ناقص اثنين لأقل سوري اللي أكبر من ناقص اثنين وأقل من خمسة. الخمسة منهم؟ لا. طيب هاي مجموعة الأرقام الصحيحة ما عرفت أنا هذا ولا أفهمش فيه بس فهمت جاي اللي كذا كذا هاي نفس الشيء. طب أوه طب هاي انتبهوا هاي والله تشوفوا هاي هاي إيش؟ يعني شو اسمك انت؟ مجدي. ناقص واحد في المجموعة هاي شوي في المجموعة مضبوط؟ في المجموعة؟ لا ليه؟ لأني حطيت أنا بدور على الانتجر طلع يعني باختصار شديد جدا شو قلنا؟ sets given by defining a probability. هلا هاي بروباريتي صح؟ وهاي بروباريتي صح؟ ممكن تقول البروباريتي طويلة وكبيرة. بقول بروباريتي مثلا الأشخاص الإناث اللي انولدوا بين 1940 و 1950 اللي درسوا خلصوا شهادة الجامعة ودرسوا فيزيكس وانولدوا برام الله وحط شهود زي ما بدي صح؟ كلها بتصير مجموعة واحدة. مجموعة واحدة. فأنا بحط إذا بحط قوسين بينها بين هذا الشرط معناته أنا هذا تعريف المجموعة. شو هو اللي لمسة المجموعة؟ شو هو الإكستنشن تاع المجموعة بصير؟ لا اللي جواها شرط. هم الإليمنتس اللي بحققوا هذا الشرط. شفتوا كيف بنعرف مرات المجموعة؟ هل السبسيتس شغلة سريعة السبسيتس وين؟ بتعرفوا هاي الإشارة؟ في هاي سبسيت أور إيكوال هاي 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 سب هاي نوت سبسيت وهاي هاي لازم تحددها واحدة هون نوت سبسيت أور إيكوال يعني لا هي إيكوال ولا هي سبسيت وهاي سبسيت بس في الجهة الثانية ها ايه سبسيت من بي ولا قلتها هي دي هي سبسيت من ايه ايه سبسيت من بي شو بس تبقى تطلع مع بلاش ها الفيل شو بس الفيل وهاي وين الدم المفتوح؟ نفسه. طيب هاتوا نقرا الديفينيشن بطريقه متأنيه. If A and B are sets، طلعوا من كتاب الديفينيشن. الديفينيشن لازم يكون دقيق ولازم تتعودوا على قراءة الديفينيشن. If A and B are sets، انها مجموعتين بيرو. Then A is called a subset of B.
A subset of B. وين بدنا نقول انها A subset of B؟ طبعا بنكتبها بالطريقة هاي subset or equal. وين بدنا نكتبها؟ وين بدنا نقول A subset من B؟ if and only if كل element في A is also an element of B. فبنقراها A بنكتبها كل A subset من B. طبعا كيف بنكتبها بالفيرست اوردر؟ هذا المنولوجي مكتوب بالفيرست اوردر. شو بقول؟ بكل اكس. كل اكس اذا اكس تنتمي لA اذا اكس تنتمي لB. طيب the phrase A is contained in B and B contains A are alternative way of saying. اي بس طيب والله يقولوا لي تخيلوا معي عشان انتم تتخيلوا بالضبط اللي بدي احكي لكم شغله مش موجوده بالكتاب. بدي احكي لكم شغله مش موجوده بالكتاب. استركزوا معي بشكل لمده دقيقه. بشكل دقيق. لو قلنا هاي كل الدنيا، كل نقطه من هذول هي اي شيء، طاوله، كرسي، شخص، اللي بدك اياه، اي شيء بتقدر تفرجه. قلنا الكونسيبت، شو الكونسيبت؟ مفهوم، شرط، زي السر. لو جيت قلت انه انتبهوا معي، انها اكس، بديش اقول لك انه يعني مع الاخر صفات الحيوان. صفات الحيوان، شو صفات الحيوان؟ انها تتنفس وتنمو. تعلموا شو هلا بتعلموا مش بس السبسيت، بتشوف شو معناته المالتيبل انهيرتنس. عارف اقول لكم؟ بديش اكتبها، بتقول بين قوسين انها تتنفس وتنمو. تتنفس الشرط الثاني انها تنمو. يعني تنمو، يعني في عمليات حيويه في الجسم، في الجسم هذا الشيء. طاوله فيها عمليات حيويه، صخر، كائن حي. يعني كائن حي، سوري انا هون قلت كائن حي. هاي كائن حي. منيح؟ هاي الست كائن حي. والله تحط لي حول كائن حي قلت هذا كل شيء، الطاوله والسياره كل شيء بدي. هاي هي بتطلع الاشياء اللي ايش؟ كائن حي اللي هي هاي الكائن الحي. مزبوط؟ طيب يعني باختصار لو مررنا قدامك كل شيء في الدنيا، قدامك هيك وراك انت صور بناء، يعني شيء مساحه هاي انت واقف هون، انت واقف هون، قلنا لك دخل اي شيء بتنفس وبنمو، دخله عندك، دخله على السور، على الساحه تبعتك. هذول نفترض انهم 1000 درهم، دخله حطه جوا معايا؟ دخلته وحطيته مالي جوا. في انت عامل، في واحد ثاني واقف، واحد ثاني واقف جوا بقول او انا بديش ادور على بدور على بني ادمين، انا بس بدي ادور على بني ادمين. شو بيحكي؟ نقول سمي انسان يتنفس ينمو هو يتنفس يتكلم يعقل ويرمي ويتنفس. هلا لا حطوا ذياده وتنفس؟ لا هي مكتوبه منها فهي انا بقدر احطها بقدر معي؟ هذا اللي جوا دخلنا كل الاشياء اللي دخلت، انت واقف هون قلت دخلها من هون، قلت هاي الاشياء اللي مالها من هذيك، هاي الاشياء منكم، هاي الاشياء ندخلها هون، هاي يعقل وينطق. طيب واحد ثاني جوا كان بدي ادور، قال انا بدي رجال ها
انه بدي اعرف مثلا شو مثلا الانثى او ما انثى او مرأة. فبتطلع شو صفات المرأة بقول مثلا قادرة على الولادة الانجاب او القدرة القادرة على الانجاب. هلا فهو هاي الشخص هذا واقف هون فبصير يا قادر على الانجاب يا لا. اذا قادر على الانجاب بدخله هو واذا لا لا. صار عندي وكانه هاي القادر على الانجاب يعني هاي كثير من رموز الها سي هاي سي هاي بي كل هاي بي هاي صح؟ كل وهاي ايه طلعوا علي. هلا هذول مش عشان نتعلم بس شو يعني السبسيد وان المرتبه الانفنتس. هاي الصفات اللي انتم حكيتوا فيها حددتوها عرفت يعني عرفتوا الاليمنتس بهاي الرولز عرفتوا الاكستنشن داعي المجموعه بهذول الرولز. اذا بتكون سب ست ثانيه اذا بتكون ست ثانيه سب ست من الاولى هي معناته بالضرورة كل إليمنت هون كل إليمنت هون بالضرورة إنه إيش هنا إنه يتنفس وينمو واللي موجود هون بالضرورة يتنفس وينمو واللي موجود هون بالضرورة هون يتنفس وينمو ويعقل ويعطيك كلهم مع بعض تشوف معناته كيف معناته واحد دورة الصفات ومش بورة هي مفهوم الوراثي هون مش انه يعني هو هذا اشي وهذا ابنه لا هو نفسه لحظة هو نفسه بس انت هاي فهمت علي؟ اذا كل إليمنت في السبسيت كل إليمنت لما بقول ايه سبسيت من بي بالضرورة كل إليمنت في ايه هو موجود في بي بالضرورة وإذا موجود بي معناته بيحمل صفات بي. سوري هون A و B خبرش من هنا بس يعني هون بالمثال بي أكبر من بي بس العكس مش صحيح الموجود بي يكون موجود لو هون ما طلع هون A بي أكبر من بي صح بس إحنا خبرشنا هون هذا عشان ما تخبرشوش هاي X Y Z هاي X وهاي Y وهاي Z يعني كل إليمنت في Y موجود في X صح؟ هلا بالضرورة بس العكس العكس صحيح؟ لا مش شرط طبعا مش شرط ما هذا قد يحدث هذاك صفات غير وضحت؟ وركزت هاي جهان مام سبستمنت أو إيكوال بيرسون وهاي الأعداد الصحيحة الموجبة سبستمنت أو إيكوال الأعداد الصحيحة. طيب في حدا عنده اي سؤال شباب؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب النوت سبسيت انه شو يعني النوت سبسيت لما بقول ايه نوت سبسيت من بي يعني في عنصر واحد على الاقل موجود في ايه مش موجود في ايه. طيب الاحلى من هذا البروبر شو معناته في بعض الصفات بعد السبسيتس هي بروبر سبسيت. هلا لاحظ نقول A سبسيت or equal B مزبوط. هلا في عنا هذا نرسم بالدياجرام شو يعني هاي معناها. طلع هاي A سوري هاي B نرسم A نرسم A A ممكن تيجي هون ممكن تيجي وين يعني ممكن تيجي هون صح؟ ممكن تيجي هون ممكن تيجي هون لا برا ممكن تيجي هون ممكن لأنها سبسيت أور إيكوال ولكن إذا بقول إنه هاي السبسيت بروبر معناته بس
مش ممكن انه ايه تتطابق معه. دائما دائما طلع ايه ايه الاصغر دائما في عنصر واحد على الاقل موجود في بي مش موجود في يعني مش مشكله ان نعملها هيك. يعني هون في عنصر واحد على الاقل موجود في ايه في بي ومش موجود في. طيب فكركم المان وبيرسون او وومن وبيرسون، هل المان سبست اور ايكوال بيرسون ولا دائما البير في بيرسون واحد على الاقل ماهوش مان؟ معناته هاي العلاقه شو مالها؟ بروبر. بس هو معناته بروبر مش ممكن يكونوا ايكوال. شفت شو معنى بروبر؟ شفت شو معنى بروبر؟ هاي الفين دايجرامز، هاي A سبست من B وهاي A ايكوال B. طبعا هاي مش شرط تكون بروبر. هلا لاحظ هاي A و B ايكوال سبست disjoint. هاي لا هاي سبست ولا هاي سبست، مع انه في انترسكشن بينهم. هاي B سبست. طيب هاي شيل عدد هاي الاعداد الصحيحة على الانتجر، و R هي سبست من الاعداد الحقيقية. طب Q سبست من R، G Q زي طبيعية وكيو صحيحة. هاي طبيعية؟ لا طبيعية كيو صحيحة. أنا متأكد من جوابه كيو صحيحة. الآر حقيقية صحيحة وهي طبيعية. الأعداد الطبيعية سبست من الأعداد الصحيحة. صحيحة لا العكس أعداد طبيعية هي صحيحة. المهم صحيح. هلا كمان مرة اللي بيغلط هلا بدي اشرحه هلا شو ماله؟ قديش اخصم له؟ قديش اخصم له؟ 10 علامات. ليش؟ لأنها مش صغيرة. اللي مش فاهم هاي الفرق بينهم هو مش فاهم شو يعني ديسكريت ماثماتكس ولا فاهم السنتيو. انتبهوا اللي بخربش فيه مش فاهم. بخربش مرة واحد يعيد دراسة كل شيء. شو الفرق بين هاي وهاي؟ هناك يوجد عدد واحد على واحد. هاي شاحن تنتمي هاي صف هلا اثنين تنتمي للمجموعة ولا اثنين سبست المجموعة؟ طيب وإذا كانت اثنين بإشارة زي هيك مجموعة على مسألة المجموعة جزئية من المجموعة الثانية صح؟ اثنين المجموعة هاي صحيحة؟ يعني أول شيء هاي صحيحة؟ وهاي؟ ليش لا؟ لأنها مجموعة. وهاي؟ هاي صح؟ صح. أنا بقول عن هاي خطأ يرفع إصبعه. هاي خطأ؟ شو الخطأ خطأ فيها؟ مالكم؟ على هاي المجموعة. سبست ولا ايكوال؟ ولا تنتمي؟ ولا بلو مستوى؟ ليه؟ لأنه مش المجموعة واحدة. ما أنا بقول أنا صحيحة؟ لا. أوه، هذا منقسمين بالنص. ليش غلط يعني؟ مجموعة جزئية من المجموعة الكبيرة. مجموعة اثنين موجودة. ها؟ يعني المجموعة اثنين كبيرة. في جزء من ايه؟ يعني اوكي هاي صحيحة؟ لا هاي مش صحيحة. واضح انها مش صحيحة.
طب معناها دو اي من هذول الثنتين لا كنا الجواب كنت متعود على الوصف انا ليش حكينا الجواب بالاخر انا يعني ولا اسال علي كل الجواب عوديش تعودوش انه تنط تعرف الجواب قولوا لي استاذ كلناش الحل كلناش الحل يلا فكري هل طلعي هلا في عندنا هون احنا ايش هيصير في هالمجموعه هل هي عباره عن إليمنت صح؟ هي عباره عن إليمنت هلا شو معناها انها شو هلا هاي إليمنت شو معناها انه دكتور شوي خليك معنا عملوا لك حتى هيك طيب خليك شو معناها انه هاي شو معناها انه هاي حط لها سبسيت معناته المجموعه هي مجموعه انه هي موجوده في المجموعه معناته انه هاي مجموعه هاي كمجموعه كمجموعه موجوده داخل المجموعه الاخرى شو يعني هلا هاي وافقت عليها صح؟ مش هاي وافقت عليها؟ مزبوط لانه في عندي واحد واثنين وثلاث وعندي مجموعه فيها كلب اثنين صح؟ هاي مجموعه واحده شوي هاي فيها مجموعه واحده هذه مجموعه في عندنا هاي المجموعه هي بكلبها مجموعتين واحد فيها واحد واحد فيها اثنين صح؟ مش هاي هيك؟ على فكرة وهاي هيك صح؟ طيب شو معنى انها مجموعة من صد ست من هاي المجموعة؟ يعني هاي صح؟ لا صح ولا غلط؟ شو معناها؟ بغض النظر مجموعة اثنين سبسيت من المجموعة بقى اقول لك شغلة هاي غلط مش مهم ورجيني قول لي انها هاي هاي مجموعة مش محتوى سبسيت من هاي المجموعة يلا كيف قول لي اياها لازم تحط كمان مجموعة تنتمي يعني هاي المجموعة تنتمي الواحدة بقول انها تنتمي انها سبسيت من هاي المجموعة كيف بقول تنتمي الواحدة اربع كلمة اياها على الشباب هذا بنسمي هاي اكس واي وزد يلا يعني زد يا ركزوا معي زد سب ست من اكس مظبوط؟ او اللي شو المحتويات تبعت زد؟ اثنين سب ست من سبسيت من إيه؟ ما حبيت من؟ صح؟ لا هاي شو معناها؟ برضه صح هاي صح أفصل ويصل أفصل 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 شكتين صح طيب شوية عارفين لحظة هلا هاي شو معناها؟ وين؟ هلا اسمعوا ركزوا معي هاي وكأنك بدك تقول لي شو هو؟ هاي تنتمي شو هو اللي ينتمي؟ عدد اثنين انك بتقصد هاي كمجموعة هون شو بتقصد؟ كإلم هاي كإلم مش كلها تسعة ها شو قصنا فيها؟ الست تو الست كمجموعة عين مش بعينته؟ سبسيت مش فاهمها؟ ارفع اصبعك شو اصبعك؟
في ثلاثة مش فاهمينها ركزوا معي. هاي كمجموعة هي مجموعة جزئية من هاي المجموعة، وهي نفسها تصبب تلك برضه كإلمن في هاي المجموعة. طب الحالة في غلط واحد كإلمن وواحد كإيش؟ هلا هذول شو هم؟ هذول برضه بخربش فيهم قديش برضه بيصلوا؟ 20 مش 10 20 علامة. شو هم هذول؟ مش معي؟ هاي شي هي تغريد، هاي شي هي وهنا هاي اتحاد بطاطس وهاي طيب لو عندي بريدك معلش ما حدش الكل يطلع علي لو عندي بريدك قول فور اول اكس مثلا واي في عندي مثلا بي او اكس تقاطع بي او واي او كيو او واي هذا فيه صورة تبلوتيك هذا مش سكيرة مزبوط؟ غلط مخصوص لك خمس علامات 20 حسب المعفر ليش غلط؟ هاي انا حطيتها ايش؟ تقاطع غلط هاي الاشارة هاي اللي بس بين مجموعات مش لازم تلقى بالطريقة هاي فبالتالي لازم استعمل هاي الإشارة فهمتوا علي الفرق؟ هاي الإشارة بتيجي بين بريديكتس هاي الإشارة بتيجي بين مجموعات لو عندي A ست A وست B وبدي أقول تقاطعهم وحط هيك فورا 20 علامة مختلفة بحط ايش؟ ها واضح؟ طيب هاي نفس الشيء اتحاد مع الغور الذي مش فاهم بعض لان علاقه ببعض الى اخره هذا ما لناش علاقه فيه بس المهم انه هذول جملتين مختلفات عن بعض طيب الايكواليتي بين السيتس وين بدي بقول انها تو سيتس ار ايكوال اذا تبقى واحدة بالتعريف عرفتها كالتالي بقول given sets A and B A equals B نكتبها A equals B قولي اطلع هون هون بنقول A equals B إذا كانت A subset من B و B subset من A يعني every element of A is in B and every element in B is A يعني بنقول A equals B if and only if A subset من B و B subset من A طيب خذوا هذا المثال لو عندي A و B و C و D أربع مجموعات شو هي A؟ هذا محلها هل A equal B؟ هذول الثنتين هل هذول equal؟ قول إن تنتمي لزد زد اللي أنت وإن بتساوي اثنين ضرب رقم ضرب رقم أنت وست قول إيفن إنتجرز مظبوط صح؟ صح هاي صح؟ صح طيب الحالة هاي هذول المجموعتين بالضبط لهم نفس الـ elements طيب A و D
A و D. حدا يجيب لي مثال وكذا خلصنا. بما اني هون حطيت ان هاي سبست من هاي والطلبه شو كانت تعريف السبست؟ تعريف السبست فور اول صح؟ يعني اذا جيب لي مثال كان ذا اكزامبل معناته عندي اثنين موجوده في اي بس شو موجوده في دي؟ اثنين مش موجوده هون اه؟ والواحد موجود في دي موجوده هناك لما نضرب بواحد اثنين مسكين من اثنين مش موجودين هون؟ صحيح. بالتالي هاي 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 مع السي مع السي صحيح ما اختلفناش انها مركز اثنين كل مره بنضرب باثنين هي نفس الشيء صح؟ طيب شفتوا عندي هون مش انا بدرسكم من الهامة هذول المهم انه بتاكد انه كل عنصر موجود باثنين عشان يصير استاذ طيب راح عند الاخيره اخر وحده كيف؟ ها؟ هاي الاخيره ولا اسمها؟ زيرو ايه بتساوي سي هلا اثنين هاي اثنين ضرب اشي ولا هون بي وكيو ار ار انتجرز هاي يعني مش مهم اثنين ضرب ايش ضرب رقم هلا اثنين ضرب رقم هلا هم الاعداد الزوجيه هاي عمليه الاعداد الزوجيه صح؟ اي عدد زوجي ركز منه اثنين بضل عدد زوجي مش مشكله هي انتجر مش مشكله الناقص مش مشكله السوالف عدد السالب اي عدد زوجي ناقص منه اثنين بضل زوجي فهي هاي عمليا عدد زوجي ناقص اثنين منه ناتج العمليات هاي تطلع موجوده في المجموعه تطلع موجوده في المجموعه هلا هذول تعرفوهم الست اوبريشنز اليون الانترسكشن اليون يون انترسكشن ديفرنس والكومبلمنت شو هاي اليونيون شو يعني اليونيون؟ طلعوا تعريف اليونيون يا شباب اليونيون بنقول انه هاي يو هاي معناها يونيفرسال هاي مش اليونيون هاي اليونيفرس شو اليونيفرس او يونيفرسال؟ كل شيء يعني كل شيء فاكس تنتمي الى كل شيء يعني اي شيء اكس تنتمي الى اي اور اكس تنتمي الى صح؟ لما ايه لما مجموعه اذا مجموعه اللي في كلبها ايه اتحاد ب هي المجموعه اللي فيها اليمنتس مضبوط هاي الاليمنتس اللي فيها بتكون يا تنتمي لايه او تنتمي لب مضبوط والانترسكشن من انت كسرت انها بتنتمي للثنتين بس ها؟ شو تكرر بس فيش التكرار هو المجموعات مش معنى التكرار لما تحط المجموعه واحد اثنين اثنين ثلاثة هاي اثنين اثنين هي نفسها نفسها فيعني مع يعني معنى اخر ما لهاش لوجيكال سيجنيفيكانس فيعني ما لهاش معنى فاهمين كيف؟ ما فيش اه بالتالي في عندي هون ال 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 الانترسكشن لما بقول لما مجموعه لما اليمنت ينتمي الى مجموعه هاي المجموعه اللي هي A and B معناته ينتمي الى الجهتين طيب اذا عنصر بينتمي الى B ناقص A معناته موجود في B ومش موجود مش موجود فيه وإذا عندي عنصر نقول الكومبلمنت لإله اللي هو الأشياء مش موجودة كل إشي إلا اللي موجود فيه مظبوط
هذا يعني اي بي سي ده من الصف الاول. طيب هاي الرأس تبعك A اتحاد B اللي هم كل هذول مزبوط. والانترسكشن اللي هم صح. والناقص لما بقول B ناقص A B ناقص A صح. يعني B وبكيل منها الجزء اللي طبعا قاعدين ترى كل الصبايا إلا طلع إلا اللي من الخليج هي إلا من الخلايا. طب إلا اللي من رام الله. أروى 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 كل الصبايا ناقص اللي من رام الله. فهاي مجموعة ب مجموعة كل الصبايا. وهاي مجموعة الناس اللي من رام الله. ها؟ تقاطع بينهم. هاي مجموعة كل الصبايا. هاي مجموعة الله رام الله. فلما أقول كل الصبايا إلا اللي من رام الله. ستة مع الله. فهو كأنه أنا بقول هذول وكمان هذول صح؟ طيب هاي كل شيء كل شيء مع المثال كل شيء مع ناس كل الناس مع الصبايا ما هذا وين انت؟ اهل بيت لبيان لا لا من على اهل بيت كل الناس الا او سوري اللي مش الذين ليس من بيت انت علي؟ طيب انا على اعتبار اليونيفيرس هو اللي بدنا نحكي من فلسطين. طيب واضح؟ واضح منيح اذا كنت هذول انا ما بعرف شكلك على فلسطين. ها؟ ها؟ هاي جينا على الانتسب اللي منكم بيفهم شو الفاي بكون شاطر. اللي بيفهم شي الفاي المجموعة الخالية بيكون بصراحة شاطر.